جروح النزاع الليبي ما انفكت تزداد عمقا، اليوم مأساة أخرى، جثث ورفات ضحايا عثر عليهم فيما يقال إنها لمقابر جماعية في ترهونة، ترقد اليوم في ثلاجات لأمد غير محدد. مصادر أممية أكدت للعربية أن بقاء هذه الجثث في الثلاجات من دون حل لمسألة تحديد هويتها هو بسبب ما يصفونه متعاونون في ليبيا بأنه تعنت من قبل حكومة الوفاق. المصادر أكدت أن حكومة الوفاق تمول شراء مواد كيماوية لإجراء الفحوص على الحمض النووي DNA لكل ضحية وتحديد هويتها وإرسالها إلى أسرتها لدفنها، فهي لا تمول بذلك. أطباء ليبيون دائما بحسب المصادر الأممية أبلغوا الشكوى إزاء هذه المأساة الإنسانية، مشيرين إلى أنهم يمتلكون معدات حديثة لتحديد هوية الجثث، لكن تنقصهم مواد كيميائية لازمة للاختبارات، وحكومة الوفاق ترفض شراء هذه المواد، فتظل جثث الضحايا مجمدة والأهالي بانتظار الدفن. المصادر الأممية تؤكدت أيضا للعربية بأن جهات في الأمم المتحدة تجري حاليا اتصالات مع عدة دول مانحة لحل هذا الملف الشائك، الملف الشائك ولتجاوز أيضا الرفض الوفاقي الذي تعتبره المصادر مريبا. في لقاء خاص بالعربية أكدت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أكدت أن التدخل الخارجي يبعد الأطراف عن الحل السياسي في ليبيا، مطالبة بحل الأزمة من خلال الأمم المتحدة. فيما يخص ليبيا، نحن قلقون جدا من أي تصعيد عسكري. نعتقد أنه لا يمكن حل الأزمة عسكريا في ليبيا، ونطالب كافة الأطراف بحل هذه المشكلة عبر الأمم المتحدة. ومعنا من بنغازي لواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي. لواء أحمد، مرحبا بك معنا في العربية ليلى. بوضوح وصراحة عن الجدل حول جثث ترهونة، مصادر في الأمم المتحدة تتحدث عن تعنت الوفاق لتحديد هويتها، ماذا تقول لنا في ذلك؟ أولا نحن نتابع هذا الأمر لوجود عدد من المقابر جماعية في كل الأراضي الليبية، وقد رحبنا في مؤتمر صحفي سابق بتحقيق دولي مستقل وشفاف في كل الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومع كل الأعراف والقوانين الدولية. حكومة الوفاق تريد استخدام هذا الملف لصالحها واستخدام هذا الملف ضد القوات المسلحة العربية الليبية، وهي تعرف تماما أن القوات المسلحة غير مسؤولة على هذه المقابر وعلى هذه الجثث، باعتبار هذه الأفعال قد تكون قبل ذهاب القوات المسلحة لتلك المنطقة بفترة طويلة. ولكن نحن نرحب دائما بتحقيق دولي في كل الجرائم، ليست في 2016 بل من 2011 لحد الآن لدينا عدد كبير من المقابر، عدد كبير من المفقودين، عدد كبير من الجرائم الجماعية ارتكبت من قبل المجموعات التكفيرية المتطرفة، تحتاج إلى تحقيق وتحتاج لمعرفة المسؤولين عنها وتقديمهم للقانون.